فخذ خروف محشي، قطعة من فخذ الخروف منزوع العظم، ملعقة كبيرة ملح، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة كبيرة كمون، ملعقة كبيرة كزبرة ناعمة، ملعقة كبيرة بهار مشكل، ملعقة صغيرة كركم، ملعقة صغيرة قرفة. عشرين حبة مشروم مفروم، حبة متوسطة بصل مفروم، 2 قرن فلفل أخضر مفروم، 6 فص ثوم شرائح، كوب بقدونس مفروم، ربع كوب بقسماط، 1 حبة كبيرة بيض، 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون، وربع كوب دبس الرمان. أعزائي المشاهدين، الوصفة اللي حنعملها اليوم يعني فخذ خروف محشي، ولكن أسهل من سندويشة التوست اللي عملناها قبل شوي. شو رأيكم؟ نشوف. حلو. يعني دائما فخذ الخروف بده شغل وايد، ولكن الوصفة كتير كتير بسيطة وسهلة، وبنفس الوقت طعمها كتير مميز. نشوف مع بعض المكونات اللي حنحتاجها. أنا عندي هون زيت زيتون ودبس الرمان، هدول حخليهم في آخر مرحلة فقط من الشغل. شوية البهارات، الكزبرة، البهار المشكل، طبعا في عنا كذا نوع من البهار المشكل، كل أسرة على حسب ما بتحب. شوية الكركم والقرفة، وعندي المكونات هون. بالنسبة للمشروم، إذا كان في مجال نستعمل مشروم اللي هو الفطر أو عش الغراب، عشان تبقى واضحة لكل اللهجات، إذا كان في مجال تستعمل الفريش أفضل طبعا، أفضل بالطعم. وصار متوفر يمكن في معظم الأسواق، ولكن لابد أن أشتريه من مكان بيع الأغذية، يعني من السوبر ماركت، من الجمعية. إذا في عنا بر ما ينفع أخذه من البر وأشتغل فيه، يعني ممكن يبقى سام. لازم أتأكد أنه يصلح للأكل يعني. فباخذ حوالي 20 حبة مشروم، كبيرة صغيرة حسب، زي ما بنقول دائما حسب الحجم، بنفرمها إلى قطع صغيرة بالطريقة هاي. هخليه جنبي. بس عفوا منال، ممكن استخدم المعلب اذا ما حصلت؟ اذا ما حصلت استخدم المعلب، بس وايد فرق بالطعم يعني. انا المعلب احسه يعني شيء غير، ما له علاقه بالمشروم الفريش. زين. وممكن على قولتنا الفقع. الفقع مع هاي الوصفه اللي هو الكمة. اعزائي المشاهدين عم تسالني على الفقع اللي هو بنسميه الكمة. طبعا وايد حلو بيبقى، اذا صح لك. طبعا حتقشريه وتغسليه اكيد وتفرميه هيك بالشكل هذا، بيبقى من الأطباق المميزة كمان يعني. عندي هون شوية شرائح من الثوم وشوية بقسماط وفلفل وبصل وبقدونس. وممكن إحنا إذا حبينا زي ما عم بتقترح عندي حبيبتي إنه نغير شوي، إذا عندك أي اقتراح في تغيير الوصفة برضو بيمشي الحال، بس بدي طعمها يبقى قوي عشان يبقى طعم اللحم قوي. هلأ نتكلم على اللحم. اللحم عندي فخذ، خليني امسك لكم اياه عشان تبقى الامور واضحه. فخده بهالطريقه، ولكن هون احنا الفخده بيبقى في عندنا عظمتين فيها، هذه العظمه وهي العظمه. هاي ممكن تفتحيها وتشيليها خالص ويصير عندك كانه مفتوح، بتقدري تستعمليه لاي حشوه انت بدك اياها، ممكن انت بتكري اي حشوه اخرى على حسب رغبتك. فاللحم عندنا بهالطريقه. الوصفه كثير بسيطه، نبتدي نجهز هالمكوناتها مع بعض. هاخذ بس هيك طبق اخلط فيه خلطه البهار، وبتحتاج هالوصفة يكون عندي بهارات قوية شوي. ممكن بعد هيك الطبق هذا أقدمه مع شوية رز، إذا عندنا رز مفلفل، رز أصفر بالزعفران، حسب ما بتحبوا، أو مع خضروات مشوية. إذا حابة مع خضروات ممكن تشويها بالفرن معاها، ممكن نقول بعد هيك بعض الأفكار على شوي الخضروات. وعندي الكزبرة. نعم يا روحي. ممكن خضار سوتيه؟ ما ممكن خضار سوتيه، أو إذا حبيتي تشوي خضروات معاه بالفرن. يعني نفس الطريقة اللي إحنا هلأ نشتغل فيها، ممكن أخذ شوية خضروات، البطاطس، الجزر، شوية فليفلة، أحطهم مع الأرنبيط، رأسين أرنبيط هيك أقطعهم صغار، أحطهم في ورق سيلفر نفس ما بعمل وأدخله الفرن. طالما هيك أنا مولع الفرن فبستفيد من هالوصفة، تطلع عندي متكاملة. وعندنا شوية دارسين، يبقى هالمكونات كلها. بس هحتاج شوية الفلفل الأسود. منال، ممكن أن مثلا المشروم نخلطها مع الرز مع العيش ونحشيها؟ قصدك نعملها كأنها محشية بالرز أو شيء؟ ممكن، بس مش حتاخذ كتير. يعني هي هذه دوبك هيك كمية صغيرة، مو سبيس يعني. ممكن إذا حبيتي تجربي تحشي الضلعة فيها.
مع عيش على أساس يكون عندك مجال أكثر يعني. هحط هالمكونات هذه عندي اللي هي قلنا المشروم ممكن إذا حبيتوا تجربوا الشبنت، الشبنت برضو من الأطعمة الحلوة بتبقى مع هذا، والثوم الشرائح والبقسماط البصل كل هالمكونات هذه مع بعض بحطها، والفلفل الأخضر قرن صغير يعني ممكن تفرميه حيعطيكي طعم كتير لذيذ، والبيضة. هالمكونات هذه كليتها هلا مع بعضها، هاخذ شوي من خلطة البهار هوزعها بهالطريقة على الحشوة، هخلي الحشوة هيك جنبي، وقبل ما ابتدي احط الحشوة اجهز ايش بدي انا احتاج تاني مستلزمات تانية، ورق ألمنيوم فويل اذا حبيتي تعمليها بورق الالمنيوم، او اذا حبيتي ممكن تستعملي كيس الفرن، تقدر تدخليها بكيس الفرن برضو بتبقى كتير مريحة للخبز يعني. هاخد قطعتين يبقوا كبار على اساس احطه براحتي اقدر الفه، اخلي الورقه تبقى كبيره شوي. بقى هخلي قطعه عندي هون، واخذ شريحه او فخده اللحم، شويه البهار اللي احنا احتفظنا فيه هرشها بهالطريقه. وعلى فكره هذه الوصفه للجماعه اللي بيكونوا عايزين يطبخوا هيك طبخه سريعه، للعزابيين ممكن يستغلوا هيك وصفات تنفعهم. هقلب على الناحيه الثانيه وابتدي اوزع بقيه البهار بهالطريقه هاي. وصفه كثير بسيطه ما بتحتاج منكم اي جهد. هون زي ما قلنا في عندي اللحم صار فيه زي تجويف، هاخذ هلا تشكيله هالخضره اخلطها كليتها مع بعضها لغايه ما تختلط كل هالمكونات بهالطريقه. طبعا بعمل حسابي انه كل هذا حينكمش لما تنخبز هلا او تنطبخ بالفرن، لانه المشروم هذا حيدبل، فعشان هيك احنا حطينا شويه البقسماط عشان يعطيني زي نوع من التوازن في داخل هذا. هاخذ هالحشوه واوزعها على الجزء اللي فرغنا منه العظمه. الفخذ عاده في عظمتين، احنا شلنا بس العظمه اللي بتبقى فوق اللي بتبقى العظمه الكبيره. يبقى بحط كل الحشوة بهالطريقة، وبحتاج بعض أعواد الأسنان تبقى موجودة عندي عشان بس مجرد أقفلها، ما في داعي إني أربطها أو أغلب نفسي في الموضوع هذا، لأن كليتها هذه حتلم على بعضها مع الشوي. خياط مو أفضل الخياط؟ مش ضروري تتعبي حالك في خياط، مش ضروري أبدا يعني، بس مجرد تثبيتها فيها العودة بيبقى كفاية جدا عندي. هي كمان الفكرة انك انت بس او الاشي المهم انك تنتبهي له انك تشيل العودة قبل الاكل، بس هذا اللي بقدر الفت نظركم له، بس ما بتحتاجش ابدا انك تخيطيها، بس فقط فيها العودة بس انها تمسك نفسها بهالطريقة بيبقى عندي معقول جدا هالموضوع. خليني بس اثبتها هيك كويس. هلا الاضافة الاخيرة عندي شوية دبس الرمان بتعطيني طعم كتير لذيذ على اللحم، مجرد هيك قطرات بسيطة يعني، ممكن تكتروا تقللوا على حسب ما بترغبوا، بس حوالي ربع كوب معلقتين كبار بيبقى معقول عندي، أو إذا حبيتوا ممكن تحطوا شوية تمر هندي إذا مش موجود عندك دبس الرمان الحامض، وبرضو قطرات من زيت الزيتون بهالطريقة هاي. ووصفتي هلأ صارت جاهزة، مجرد إني ألف القصدير بهالطريقة على الخروف وأدخله الفرن، بس أخلي طبعا لف محكم عشان أتأكد إنه البخار مش عم يطلع عندي. أي صينية فرن تبقى عميقة شوي، خلوا بالكم هون إحنا ما بنقول صينية قصيرة الحافة زي ما دائما بنقول للحلويات، لا هذه بهمني صينية عريضة عشان تحتفظ بالحم والسخونة على الفخذ نفسه. وبدخلها الفرن على درجة حرارة 180 أو 190 بمشي الحال، بدها تاخذ حوالي ساعتين بالفرن، واخر 10 دقائق فيني افتحها اذا حبيت واتاكد انها
هيك أخذت تحميصة شوية على الوش، فبتبقى وجبة كتير لذيذة. الفخذ شفتوا الوصفة كتير بسيطة وسهلة، ممكن أحطه على رز أو مكرونة أو مشاوي زي ما بتحبي. المهم أتأكد أنه استوى وايد كويس بالفرن. إذا حبينا تجهيز مسبق ممكن يستوي على الآخر، وأتأكد أنه استوى على الآخر، وبعد هيك أعيد تسخينه عادي أو أخليه بالفرن دافي لمدة ساعة ما بيصيرلوش أبداً أي شيء. والملاحظة اللي بحب برضو ألفت نظركم إلها بالنسبة لتقديم الفخذ أو اللحم بصفة عامة اللي هو اللحم المشوي، ما بنفع أطلعه من الفرن على طول أقطعه، لازم أسيبه لحوالي 10 دقائق عشان الألياف هيك تهدى شوي، والعصارات اللي في داخل ألياف اللحم هيك تبرد، فبالتالي ما بخسر طعمه. لو قطعته على طول على بنزل منه السوائل، وعلى طول بحس إنه اللحم وايد صار ناشف وهيك مفتل، ما بيبقى طعمه لذيذ. أعزائي المشاهدين، الفخذ أنا طبعا قدامكم حشيت فخذة واحدة، ولكن على السفرة عنا 2. بنلاحظ إنه شوي كش الحجم، هذا المقدار كفخذة بكفي 4 أشخاص بالراحة، يعني ممكن على حسب نوع أو يعني الأشخاص اللي عم يأكلوا، إذا كانوا أطفال أو كبار بيختلف، والأم تقدر تزبط هذه الأمور على سفرتها. إن شاء الله هالطبق يكون عجبكم.